تلاقي كمان هذه الروح العالية جدا عند جمهور الأهلي، وهذه البصمة اللي واضحة جدا في التكوين حتى، خلت شباب مش رياضيين، شباب جمهور عام عنده هذه القدرة من استلهام روح النادي الأهلي في حياته. ودي مسألة برضو لازم تدرس وتتبحث، لأنه إن أنا ألاقي محمد فارس شاب بيكلمني بيعزيني الأول في الأستاذ خالد التوحيد عليه رحمة الله، وبيكلمني على إزاي هو في ظروفه الصعبة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه من البصر ومنحه البصيرة الثاقبة، استلهم روح الأهلي، وأخذ روح الأهلي هي الحافز الحقيقي له في الحياة. عارفين محمد فارس بهذه القوة وهذه الطاقة من التحدي وصل لإيه؟ نشوفه وهو بيتكرم الأول على قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة حلوان، طلع الأول، نشوفه ونبارك له. يلفت نظري بقى ايه يا استاذ ابراهيم؟ طبعا انت يعني هتستعير كلماته لما هنشوفها بعد كده، وبيقول استلهمت من الاهلي روح التحدي و والكلام ده، لكن يلفت نظرك حجم الحفاوه بيه. زغاريد هو بذات تصفيق متواصل، يعني هو اعتقد ان هي دي الجايزه بتاعته. نشعر انه قد تميز تميزا خاصا. وعلى فكره هو غير محمد فارس ابننا بتاع اسكندريه. ايوه، انما يبدو ان الاسم ده له ارتباط بالتفوق. كلهم فوارس. التفوق وال يعني ناس نابهه. فارس. فانا فرحت بالحفاوه قوي اللي استقبل بيها. وهذه الحفاوه وهذه القدره على قهر المستحيل كانت دفعت الزميل العزيز خير رمضان يستضيفه في برنامجه آخر النهار. استضاف قبل كده هذا الشاب الأهلاوي القادر جدا على قهر كل شيء لدرجة أنه يبقى الأول على دفعته. نشوف لما خير رمضان إدى الفرصة لمحمد فارس أنه يطل على الشاشة كمذيع يحقق له أمله. أليه مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اخر النهار. اول حلقه ليا مع حضراتكم في اخر النهار، سعيد جدا اني موجود معاكم. طبعا حضراتكم اكيد عايزين تعرفوا حكايتي ايه، خلوني اقولها لكم في الاخر، بس لحد ما اقول لكم حكايتي انا مش هفرض نفسي عليكم، بس اتمنى انكم تقيموني وتشوفوا انا انفع مذيع ولا لا. مساء الخير يا استاذ خيري، وسعيد جدا بتواجدي مع حضراتكم. مساء الخير يا محمد، انا اللي سعيد بوجودك معايا. محمد طالب في كليه اعلام في سنه ثالثه، حلم حياته انه يشتغل مذيع في اداب حلوان قسم اعلام. محمد بدا صحافه من بدري قوي وهو في المرحله الاعداديه، عنده طموح كبير، واحنا حبينا النهارده لان حلقتنا عن التفاؤل، عن بث الامل. الحلقه كلها فيها حاجات مبشره جدا تدينا طاقه ايجابيه في وسط سلبيات كتير طاغيه علينا. فرصه النهارده
ان واحد من صناع الامل في مصر قاعد جنبي، واحد عنده تحدي وعنده اراده وعنده ثقافه، وهتشوفوا ده بنفسكم. طيب خيري كان بيتكلم على محمد فارس وهو لسه في سنه ثالثه قبل ما يتخرج، لكنه نموذج لبث التفاؤل والروح والطاقه. طب انت يعني اثرت فينا حب الاستطلاع، مش كنا شفنا هو تجربته بقى وهو بيعمل مذيع؟ هو يعني كمل الحلقه مع خيري كمذيع، لكنه كان لازم ادى من يعني الاداء اللي يخلينا نقول للدكتور محمد العدل المشرف على قناه الاهلي وبنتمنى له كل التوفيق، انه يا ريت نظره على هذا الشاب، لانه فعلا ممكن يمثل طاقه ايجابيه هائله جدا للشباب ويبث من التفاؤل الكتير، خاصه لما نسمع محمد فارس في لقاء النهارده مع كاميرا الاهلي قال ايه عن تجربته مع روح النادي الاهلي، وازاي يقدر اي شاب عنده ظرف يستلهم كل طاقه ايجابيه ويستلهم كل قدرات التحدي. الاهلي مجرد فكره قايمه على ضوابط والتزام واحترام واراده، اراده بتتمسك بالتفوق، تتمسك بالنصر، تتمسك بانك تبذل كل اللي عليك لاجل ما تحقق هدفك. هذه الروح ازاي يستلهم منها محمد فارس يا باشمهندس النجاح بتاعه والتميز اللي قاله النهارده الكاميرا الاهلي؟ انا اسمي محمد فارس، 22 سنة 23 سنة، خريج اعلام دفعة 2018 اعلام حلوان، الحمد لله الاول على دفعتي، الاول على اذاعة التلفزيون، 4 سنين. يمكن الناس كتيرة قوي مش فاهمة فكرة النادي الاهلي، كلمة قيم ومبادئ والنادي الاهلي زي ما بيقولوا نادي الدولة ومش عارف ايه، الناس مش فاهمة الكلام ده، محدش يفهم الكلام ده غير الاهلاوي بجد. ازاي ده حصل او ليه بقول لك كده؟ لان انا مثلا على المستوى الشخصي انا مثلا ما استفدتش من الاهلي ماديا بمعنى بشكل ملموس، لكن كل الاستفاده معنويه، لكن المعنويه دي كانت سبب كبير قوي في تغيير مسار حياتي. يمكن انا اول مره ادخل النادي الاهلي من سنه، لكن علاقتي بالنادي الاهلي كانت بدات بشكل فعلي او بشكل فعلا حد اهلاوي بجد من 4 سنين. عايز اقول لك انه كنت بشوف اصرار فكره اصرار النادي الاهلي، الامل اللي بيتولد عند لعيبه النادي الاهلي في الدقايق الاخيره ده على فكره مش كلام بيتقال في الهواء. الامل ده كان هو السبب ان انا اكمل جزء كبير من حياتي. يعني انا هقول لك ان انا لما جيت ادخل اصلا كليه اعلام او قسم اعلام كان القسم اصلا مغلق بداعي ان احنا مش هنعرف مش عارف ايه. طب انا قلت طب انا اهلاوي، طب هو انا اهلاوي اسم ولا الناس دي علمتنا انه لازم تكون مختلف؟ ما هو انت مش هينفع تنجح اصلا، او فكره طعم النجاح مش هتلاقيه او مش هتحس بيه غير لما يتولد من 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 ياس او من ازمات او من تحديات بتفرض عليك. هي دي كانت البدايه، كانت البدايه ان انا كنت بشوف كل حاجه بتحصل او بتقوم بيها لعيبه النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي، لا هنا كنت بقول انا لازم اكون مختلف. هقول لك على موقف، يعني مثلا يمكن اكتر حاجه هنا فرقه في حياتي في مصر في فكره ان انا مش بشوف يعني او كده، ان انا مثلا مش معايا عربيه، دي كانت اكتر حاجه فرقه معايا في الطرق. يعني بتستحمل بقى يعني كلام الناس اللي هو ممكن يكون انت ايه اللي نزلك، طب انت نازل تعمل ايه، طب مش عارف ايه. لا كنت باخد الكلام ده اقول على فكره انا اهلاوي، والله زي ما بقول لك كده بتقول انا اهلاوي، طب ما هو النادي الاهلي الحكام في اوقات مش عارف بيعملوا ايه، طب ما هو الناس دي بتتشتم على فكره وعادي جدا، يعني بيتشتموا بس الكيان بيخليهم يعملوا، طب ما انا ممكن اتحدى عشان 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 اوصل، عشان ما اقولش الاهلاوي بالاسم. بص انا عملت حوار مع البشمهندس عادل القيعي السنه اللي فاتت وانا لسه طالب، ف عارف اللي هو انت عايز تبدا حياتك في النادي الاهلي بس خايف تقول كده لانك لسه ما نجحتش، عارف من كتر عظمه النادي او النادي ده عظيم قوي فانت مكسوف تقول لحد انا امنيه حياتي اني ابدا في النادي الاهلي، فانت عمال تحاول تنجح او تدور على حاجه انك تنجح فتوصل الاول على الدفعه عشان تقدر تقول لحد من مسؤول النادي الاهلي انت عايز تبدا حياتك في النادي الاهلي. يعني انا مثلا بكلم كابتن عدلي فقال لي كلمه مهمه جدا، قال لي انا بدات حياتي في النادي الاهلي وانا في اول عشرينات. الكلمه دي عايز اقول لك فرقت معايا جدا، انا يعني
خليت لا قلت طب ما انا ذاكر قوي بقى جدا 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 عشان اطلع الاول على الدفعه، ساعتها اقدر اقول لا انا امنيه حياتي ان انا ابدا مثلا في مركز اعلام في النادي الاهلي. طب انا اقدر، لكن انا كده طب انا مثلا كانت امنيه حياتي، عارف لما رئيس نادي تبقى يخليك امنيه حياته امنيه حياتك كفرد انك تقابله، كابتن محمود الخطيب. بس انا قلت طب انا هقابله اقول له ايه؟ اقول له انا جاي اسلم عليك انا واحد من جمهور الاهلي. لا صعب جدا. طب ما انا لازم اعمل حاجه عشان اقول له لا انا اهلاوي على فكره، واقولها له بثقه بقى. طب لا انا اهلاوي على فكره، طب ما انا عايز يكون ليا دور في النادي عشان انا عملت حاجه. لكن انت طب انا اروح اسلم عليه وابقى مبسوط ان انا خدت صوره معاه؟ لا وحشه قوي يعني، ما ينفعش اكون اهلاوي واعمل كده. فدي كانت البدايه. وبعدين كمان قال لي ثلاث كلمات مهمين جدا، قال لي عشان تبدا حياتك في النادي الاهلي، او قال لي انا عشان بدات حياتي في النادي الاهلي كان عندي ثلاث حاجات، او اي حد بيكون عنده ثلاث حاجات دول: الاخلاص وانكار الذات والثقه. ثقه انك هتقدر وانك دايما على الحق، فانت هتفضل مصمم على اللي انت عايز توصله لانك دايما على الحق. فخدت الست جمل دول: الاخلاص وانكار الذات والثقه، واضافه ان انا بدات حياتي في الاهلي في العشرينات، قلت لا يبقى انا لازم اعمل حاجه بقى عشان ابدا في النادي الاهلي. ودي كانت البدايه. هو كان وسيبقى، كان وسيظل، مش كان بس، تقريبا عايش بكل حاجه في بتحصل للنادي. يعني انا هقول لك خلينا ناخد من المواقف الاخيره، خلينا ناخد المواقف الاخيره، ومفيش احسن من الحاجه العمليه اللي ممكن تطبق عليها. هو الناس بتاع النادي الاهلي او مسؤولي النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ومدير الكره في النادي الاهلي مش ليهم اهل؟ وليهم ناس اكيد بيقول لهم طب انتوا ممكن الناس بتعتقد ان انتوا بينال من كرامتكم، او الناس بتحاول تنال من كرامتكم. هم الناس دي مش ليهم بنات وليهم ولاد وليهم احفاد وليهم؟ طب ما الناس دي كانت بتتشتم بالليل وبالنهار من كل الناس، سواء بقى من 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 من, من, من ناس ايا كان مين هم، بس كان بيحصل. بس الناس دي ما كانتش بترد. انت عارف دي معناها ايه؟ عارف هي دي بقى قيم ومبادئ النادي الاهلي. ما بفتكرش الحقيقه لحظات وحشه كتير مع النادي الاهلي، لانها من كتر الحاجات الحلوه احنا بننسى الوحش. هقول لك على حاجه، اصل البطولات اللي النادي الاهلي بياخدها دي رمز، هي الرمز، بمعنى ان مش البطولات هي اللي بتخلينا نحب النادي الاهلي، لا ده القيمه والمبدا والاسس والاحترام والثقه والقدره، كل دي هي اللي بتخليك تحب النادي الاهلي، مش فكره البطوله. البطوله ما هي الا رمز بيتوج مجهود النادي الاهلي عشان يرتبط اكتر بجماهيره. هي لازم اشكرك يا ابراهيم، لازم اشكرك على الفقره دي، اشكرك لانك قدرت بحسك الاعلامي انك تعرف ان دي هتبقى حاجه مختلفه. محمد، هو انا افتكرت دلوقتي، انا على فكره الموضوع ده نسيته خالص، ده من مده، وانا عاده بيجي لي طلبه كتير من الكليات يطلبوا مني حوار بيبقى ضمن مشروعهم، ضمن، فانا ببقى حريص جدا يعني، كنت يعني يمكن الاعلاميين الكبار ما بقاش يعني مهتم، لا مهتم وكل حاجه، بس ما بقاش بهذا الحرص ان انا مهما كانوا رايح حاجه لازم اقابلهم. فمحمد دلوقتي الكلام اللي قاله خلى لحياتي معنى. خلى لحياتي معنى، انا بشكره هو. انت يا ابني مكانك هنا ان شاء الله، انت مكانك، عايز اقول ايه، انا عايش قصه كدت اي اسمنها الى وقت قريب، ان انا فعلا اكون قادر اعمل جيل من الاعلاميين اللي بيحبوا الاهلي يطلعوا كما نماذج خاصه مختلفه، كيف تحب الاهلي. كلمتني كتير وكتير، وكلمت كل المسؤولين، بس في نوع ندعت في نوع من الاستجابه في الفتره الاخيره باذن الله نشوف. عايز اقول حته هنا للامانه، لانه خالد في دار الحق واحنا في دار الباطل. محمد فارس لما كلمني قال لي بعد ما طلعت مع خير رمضان الدكتور خالد توحيد كلمني وقال لي يا موهوب، ده اللي انا كنت لسه عايز اقوله، لازم تكون موجود معانا في الاهلي. فهو حتى محمد فارس وهو بيكلمني ترحما على خالد الله يرحمه بيذكرني انه كان في وعد منه، فانا قلت له لا اعتبر انه خالد زي ما وعدك
هتبقى موجود، هتاخد فرصة، هنشوف الناس أو هنقدمك إن الناس تشوف النموذج بتاعك. أستاذ إبراهيم، الأستاذ محمد فارس، هذا كلام ليس من قبيل المجاملة، هو يستحق صحيح بجدارة أن يكون إعلامي ناجح. صحيح. هذه السلاسة، هذه الإنسيابية في التعبير، هذا التفكير الواضح جدا، القيم اللي طالعة من جواه بدون ادعاء، منظمة له حياته ازاي، الأمثلة التي استند إليها أثرت في كل موقف في حياته ازاي، هو ده النموذج اللي تقدر تقول كلنا عايزين نبقى زيه، كلنا عايزين نبقى نتعلم كده في الصعاب. إذا كان أرجع الفضل للنادي الأهلي فيبقى الرسالة وصلت، تبقى الرسالة وصلت، يبقى كل ما نفعله. يعني هو قالك الناس دي ملهاش أهل، عشان كده وانت متأثر وبتعلق على الفقرة دي، أنا بقولك إحنا كنا عايزين نتغاضى عنها، لكن حقك ما أقدرش أصادر عليه، لأنك أنت عندك جملة بسيطة تجاوب على السؤال وتقفل القضية دي. يا جماعة، لما بنقول على القيم وعلى المبادئ، مش عايزين نستهلك الكلمة دي، احنا بنقولها لأنها كيف تكون مؤثرة في المجتمع، كيف تساهم في إعداد مواطن أفضل، كيف نقدم لهذا البلد نماذج ما تعرفش اليأس وتعرف الاحترام وتعرف أنها تنحاز للقيمة. لما يجي محمد فارس يقول هذا الكلام، والله العظيم أقسم بالله وأنا صادق، أنا متذكر اللقاء، حتى أنا بقول هو أنا كنت لابس هو كده، هو أنا كنت لابس كده ليه، كنت رايح فين؟ يعني مش أنا 100% كنت رايح بعمل حاجة، وهو قال لي، قلت له طب قابلني في النادي الأهلي قبل ما أعمل الحاجة دي، لأن كنت لابس يعني فورمال يعني. لكن ونسيت الموضوع ده، وهو بمنتهى الشموخ والكبرياء حتى ما بعتليش المقالة اللي عملها، الحوار اللي سجلته. هو عمل حاجة في كليته كان ليه علاقة بدراسته ومشروعه في التخرج أو حاجة زي كده، فكان بياخد مني حديث يعني. أتمنى أن أنا أكون أفدته في أي شيء، لكن الحقيقة محمد نموذج بيعلمنا كلنا في أي لحظة ضيق، افتكر الراجل ده، افتكر الراجل ده، وخد منه القوة اللي خدها من النادي الأهلي. شوف محمد وهو بيقول لكل الشباب، أنا لما كنت بحس بحاجة تضايقني وهو في ظروفه ديت، لما بينزل الشارع ويلاقي كلمة سخيفة من حد، أنت إيه اللي نزلك يا عم، امشي الدنيا زحمة يا عم، هي مش ناقصة، إيه يا ابني، حتى لما من باب الشفقة، إيه يا ابني اللي بهدلك، قال كان لما حد بيرميني بكلمة زي ديت تحبطني أو تشعرني باليأس، كنت بقول لنفسي أنت أهلاوي ما ينفعش تعمل كده، انت اهلاوي ما ينفعش تقول. الجمله دي بتلخص الرساله كلها بالظبط، اذا كانت وصلت كده هي الروح بقى، احنا عايزين شبابنا كله كده، انت اهلاوي ما ينفعش تعمل كده، انت اهلاوي ما عرفش تشجع غير بالطريقه الفلانيه، انت اهلاوي ما ينفعش بلدك، ما تضرش بلدك، بالظبط. بالظبط، الكلمه دي عبقريه. ليه؟ لانه واذا كنت انت بتحب الاهلي بالعمق ده، طب واذا كان الاهلي نشا اصلا لصالح البلد دي ودفاعا عن البلد ده، وحقه في ان هو يكون فعلا حر ومستقل، إذا كان الأهلي نشأ للهدف الكبير أو الوطني ده، الوطنية في مجملها أو في حقيقة أو في صميمها، ينفع أن أنت ترتكب أي حاجة تسيء إلى وضعية هذا الوطن أو حقوق هذا البلد؟ ينفع أن أنت ترتكب من السلوكيات الخارجة اللي ما تشرفكش كواحد أهلاوي أو رياضي؟ محمد قال لك أنا لما في أي ظرف بفتكر إن ده فريق بيلعب لغاية الثانية الأخيرة، إزاي متمسك بإرادة النصر، إزاي كل طالب منكم وهو بيحب الأهلي والأهلي يتأخر في أي مباراة زي ما أنت بتتأخر في أي مادة أو تتأخر في أي مذاكرة، بس شوف الإصرار والتمسك بالحق في المكسب، إزاي بالسلاسة لغاية الثانية الأخيرة تحقق هدفك. أستاذ إبراهيم، شوفوا كيف يتعامل مع الإخفاق. بالظبط، انت قلت الماتش والنتيجه، حتى لو خسرت الماتش كيف تتعامل مع الهزيمه، تولد منه طاقه للنصر. بالظبط كده، ومفيش حد مش هيخسر.
هو ده الاهلي اللي احنا كنا عايزين الناس، مفهوم الاهلي اللي يوصل للناس. هذا الشاب العبقري لخصه افضل مننا جميعا، لخص النادي الاهلي ورسالته ودورنا اذا كنا عايزين نلعب ادوار. الحمد لله ان احنا نشوف ان ولو بكلمه صغيره الواحد قالها افادت شاب زي ده، ده فخر لينا. انت يا ابني استاذنا، ما شاء الله عليك يا محمد، وكل التوفيق ليك ان شاء الله. وانا متاكد ان انت هتاخد فرص كبيره انت تستحقها. انت واحد متفوق، واحد قهرت كل هذه الصعاب، واحد تمسكت باراده النصر كما يجب ان تكون، تفوقت، كنت الاول بتاع دفعتك، شفنا حفل، وعنده الادوات للنجاح، مش اي كلام. وما شاء الله يعني ايه ده؟ ايه الثقه والاستقلال والهدوء والسلاسه والوضوح والشفافيه والمبادئ والقيم والتمكن وحسن التعبير، المقله وده اللي يوصل لك المعنى. عنده كل الادوات لكل انسان عايز يتعلم، يدي فرصه لهذا الرجل ان يحقق حلمه. واي حد هينبسط من هذه الفقره ومن هذا الشاب يترحم على اخونا العزيز الراحل خالد توحيد، لان انا متاكد انه خالد كان عنده من المهنيه ما يكفي، وعنده من الحرص انه يلقط الموهبه المؤهلين علميا، وكان دايما غيور حتى على الاعلاميين المؤهلين. مؤكد انه كان هيمنح هذا الشاب ما يستحقه من فرص اللي انا متاكد ان شاء الله ان هو هينالها، لانه فعلا يستحق. شاف اللغه الراقيه، ما فيش تفاخر، ما فيش معايره، ما فيش شماته، ما فيش تعالي، ما فيش ادعاء. هو ده البني ادم اللي عايزين يكون بيقود. عايز اقول لك على حاجه، عمل اعلامي مؤثر في المجتمع. هو عنده، فمش محتاج الغث، هو عنده السمين، عنده علم، بيروح لحته تفوقه. بيروح لحته تفوقه. ده انا اهلاوي، هو الاهلي يعمل كده؟ هو الاهلي ما يعملش كده. شوف الكلام اللي بيتكلم بيها، لانه حد عنده علم، عنده قدر كبير جدا من الاجتهاد، عنده روح. اللي بينزل للمستوى واللي بيستخدم الفاظ، هو ما عندوش حاجه، الاواني الفارغه بس هي اللي بتحدث الضجيج. خبط على اناء مليان مش هتسمع له صوت، الاناء الفارغ بس هو اللي بيحدث هذا الضجيج. فبالتالي حد عنده حاجه، حد عنده علم، عنده روح، عنده رغبه، عنده تفاؤل، عنده ايمان بالله سبحانه وتعالى بدرجه كبيره جدا. انتوا شايفين حتى هو بيتكلم عن ظروفه، وعنده الاهلي يسترسل بيه، وعنده طاقه ايجابيه متفجره جدا اسمها النادي الاهلي، اسمها النادي الاهلي. افهموه صح، افهموه على حقيقته، حافظوا على رسالته في مجتمعه، ازاي يكون فعلا قوه دافعه قويه جدا لكل الشباب، انه يتميز، انه يتفوق، انه يحب بلده. لانه حتى واحنا معنيين هنا في ملك وكتابه بترسيخ هذا المفهوم اللي السلوجان بتاعه قاله المهندس عدلي من اول يوم، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، الاهلي بيكسب عشان عظيم. ومش هو اللي قاله، بس عشان انا عارف ان هو سرقه من منا عدلي القيعي. لا بنتي، لا برجع الصائل. لا بجد، هي منا كمان لما قالت المعنى ده انا بصيت لها صحيح مش مصدق. يا بنتي ليه ده؟ انت جبتي حاجه جوايا مش مع عمري ما طلعتها بالطريقه دي.